الناس اللي باقيين عندهم هذه القضيه ديال التمييز والتنزيل باقي ما واعيينش بها. الدليل الصغار ما عطاوش عطله باش يخرجوا للشارع، راه عطاوهم باش يبقوا في البيوت ديالهم. الوقايه خير من العلاج. فيروس كورونا فيروس فتاك، فيروس كورونا فيروس خطير، فيروس كورونا فيروس فتاك، فيروس كورونا فيروس خطير. فمرش الحفاظ على الابناء ديالنا في البيوت، التزام البيوت، الحفاظ على الوليدات ديالنا في البيوت. فاحنا ماشي بحثنا المدرسيه. الوقايه خير من العلاج، الوقايه خير من العلاج. الوليدات الصغار التزموا البيوت ديالهم. الان احنا ماشي في عطله مدرسيه، الوليدات الصغار التزموا البيوت، الاباء والامهات، الناس كبار السن. المرجع الحفاظ على الاباء والامهات ديالنا، الناس كبار السن التزموا البيوت ديالهم، الوليدات الصغار ماشي في عطله، احنا الان ماشي في عطله. حي مبروكه، حي مبروكه، نموذج من الانضباط، حي مبروكه، المزيد من الانضباط، حي مبروكه، المزيد من الانضباط. ساكنه حي مبروكه، حي المجد. الانضباط والالتزام بالضوابط والتعليمات، الله يجزيكم بخير. تبعوا الاخبار وتبعوا دائما الدراسات الحقيقيه والصحيحه اللي كتسمعوا الخير من هذا الفيروس الفتاك. ساكنة حي مبروكة وتزياد النور، ساكنة إقامة النجد، السلامة والوقاية، السلامة والوقاية، الوقاية خير من العلاج. ساكنة حي مبروكة، التزام الانضباط، التزام الانضباط بالبيوت. السلامة والصحة من أولويات الشباب والشبابات، السلامة حافظ على المسافات البعيدة والمسافات القانونية. المرجع الحفاظ على السلامة، فيروس قاتل، الناس كبار السن حافظوا عليهم البيوت ديالهم، الناس كبار السن يبقاو في المنازل ديالهم. أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها المواطنين والمواطنات، حافظوا على الانضباط والالتزام والسلامة والوقاية، حافظوا على وليداتكم في المنازل ديالكم، حافظوا على وليدات المنازل ديالهم، الناس كبار السن حافظوا على السلامة ديالهم. فيروس قاتل، فيروس قاتل، وفيروس خطير، فيروس خطير. فيروس كورونا يدك ارواح، وقت الارواح كثيرة، وشن الدول عندنا كبيرة. فيروس كورونا فيروس قاتل. ساكنة زياد النور، ساكنة حي مبروكة، ساكنة إقامة النجد، ساكنة إقامة هذا حي مبروكة، المرجع الانضباط. خارجين اليوم باش انه يوعيوا المجتمع المدني هنا وساكنه الملحقه الاداري ديال الحي العسكري، يعني بانه التزام المنازل ديالهم والحفاظ على سلامه الابدان ديالهم والابناء ديالهم، يعني اللي ما عندوش شي التزامات خارج الدار.